عزيزي، هناك أكثر من دلالة على ذلك، أهمها على الإطلاق هو أنه تم تجميع، ونحن نعلم أن في مسألة العرض في بطلق في السلاح يكون التركيز أحيانا على القوة التدميرية لهذا السلاح حتى تتعرف من خلال بصمته على نوعيته، ولكن عندما تحصل على أشلاء هذا السلاح فأنت عمليا متقدم استخباريا وعلى الأرض، لدرجة أنك تعلم ليس صورة كربونية وإنما هي الصورة الأصلية، أنت تتعامل مع جسم تستطيع تحليله وبالتالي تستطيع معرفة قدراته وتطور من دفاعاتك لمواجهة هذه القدرات القتالية. والرسالة الثانية التي أعتقد أنها أيضا في غاية الأهمية، أنه لماذا أرادت إيران أن تطلق هذا الأمر من داخل الأراضي الإيرانية من العمق الإيراني؟ عادة ما توكل هذه المهام لأذرعها في المنطقة، خاصة أنها موجودة على الأرض السورية، موجودة على الأرض اليمنية، وموجودة بشكل أيضا وسافر على الأرض العراقية. الآن عندما في هذا التوقيت تحديدا تختار أن توجه هذه الرسالة النارية من داخل العمق الإيراني، هي تقول أن هذه الرسالة أريد منها أن تصل وأريد منها أن تضغط وأن تحرج، هي تعتقد أن هذا الأمر يشكل عاملا ضاغطا على إدارة بايدن، ويبدو أن الضغط الآن مرشح إلى أن يأتي بنتائج معاكسة. وهذه هي اللعبة، إلى أي مدى تستطيع إيران بمواصلة إرسال هذه الرسائل دون استفزاز رد فعل أمريكي أو إسرائيلي يكون أكبر مما حسبت له. وكذلك هناك قلق سوري، يعني هناك بالتأكيد أي سلطة سياسية أي إدارة عسكرية هي معنية في الأساس في أمن بلادها، فأعتقد أن القلق السوري أيضا يتنامى على مستوى الدولة، إلى أي مدى ستحتمل سوريا أن تبقى رهينة هذه الرسائل النيرانية بين إسرائيل وإيران، وكيف أن أيضا هناك رسائل نارية من نوع آخر الآن، قائد القوات العملية الخاصة الروسية في سوريا الآن انتقل ليستلم مواقع خدمته في حرب أوكرانيا، انتقل إلى القرم بأمر من بوتين. فالمسألة يا عزيزي، تشابك هذه الساحات أصبح خطرا، لأن واضح أن ما تم تعلمه ورصده من خلال الحرب في سوريا وعلى سوريا على مدى 11 عاما، أعتقد أن الكل يدرك الآن بأن السياسة الروسية يبدو أنها تعتمد من قبل كثيرين وليس فقط روسيا، وهي التصعيد من أجل تخفيف التصعيد، escalate to de-escalate كما قال، أشار إلى أكثر من مرة مدير السي آي إيه في شهادته أمام الكونغرس قبل أسبوعين. فالمسألة الآن يا عزيزي هي كيف تريد إدارة بايدن انتهاز الفرصة وقبل أن يحقق بوتين نصرا مؤزرا، هي تقول هزيمة نكراء، قد يتحقق العكس سنرى، ولكن إن خرج بوتين سالما أو منتصرا من الحرب في أوكرانيا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد من الضغوط على إدارة بايدن، وبالتالي ستكون القدرة على المناورة سواء بالملف الإيراني أو الملف السوري أقل بكثير.